هكذا جاء نداء أسد الأوراس القائد مصطفى بن بلعيد لإخوانه المجاهدين عشية اندلاع الثورة التحريرية المجيدة، يحث فيه رفاق السلاح على الجهاد ونيل الشهادة. وبمناسبة الذكرى 65 للاستشهادة وتحت إشراف وزير المجاهدين وذوي الحقوق السيد الطيب زيتوني، تحيي وزارة المجاهدين وذوي الحقوق ذكرى استشهادة يوم 23 مارس 2021 بولاية باتنا. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. تحيا الجزائر. الاتحاد عنواننا، تضحية شعارنا.